هنا كاس أيضا ينتظر، كاس المنتجين للإذاع بصوت زميلي سالم بن علي الحبس. شكرا للزميل عبد الرحمن أحمد أمين وسالم بسعيد بن حضير ملكتبي. مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، على بركة الله تعلن ثالث انطلاقات هذا المساء والشوط الثالث الخاص بأيضا الانتاج والمنتجين كاس الابكار الإذاع المحليات الأصايل، بالإضافة إلى جائزة المليون والنص، بالإضافة إلى تسعيرة هجن الرئاسة، حيث ننطلق بهذا الحضور الميمون من سيدي سمو الشيخ منصور بن زايد النهيان وسيدي معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد النهيان، بحضورهم تكتمل الفرحة. وننطلق مع الشوط مباشرة إلى شعار مرغم على الصدارة، مع أيضا مرقوبة تأتي لراشد بن محمد بن راشد بن غدير على المركز الأول، بينما أيضا الصفوح تأتي في المركز الثاني لسعيد بن راشد بن غدير الاكتبي. نقلتنا إلى المركز الثالث، حيث ثمينة لأحمد بن علي بن سلطان السبوسي يتقدم مع ثمينة في اليوم الثمين. المركز الثالث أرصاد حمد بن سيف بن محمد بن عيف العامري القادم من البوابة 11 القادم من ميدان الساد ليقدم انتاجه، بينما متعبة لصالح بن محمد لصالح بن سالم بن محمد العفاري وصل. الله 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 الله، بدأت السرعة مبكرا في سن الإذاع، في سن الامتاع، في أيضا أشواط الانتاج والمنتجين. يا سلام، شوفوا هذا المنظر الجميل عبر الهواء مباشرة عبر قناة ياسر الرياضية التي تنقل كل صغيرة وكبيرة في هذا المساء الجميل. أعود إلى الصدارة، أعود إلى المركز الأول، مرغوبة مرغوبة يأتي راشد بن محمد بن راشد بن غدير يتقدم، ولكن بن عيف بدأ يغير مع أرصاد، حيث يرصد أرصاد أجواء هذا الميدان لمسافة 6 كيلومترات. حمد بن سيف بن محمد بن عيف العامري يتواصل شعار أبو فيصل من السياج الخارجي، يتقدم من خلال هذا الاسم كما شاهدناه في صباح هذا اليوم، استطاع أن يظهر بالشداد مع والم يقدم لنا سيطرة. أحمد بن حمد بن مبارك بن رغش الشامسي يتقدم وبدأ يغير في منتصف المسافة، ما شاء الله 4:25 قطعت 3 كيلومترات، توقيت حمل إشارة ممتاز بالفعل من الإنتاج والمنتجين. نعود إلى المركز الرابع، المركز الرابع متعبة لصالح بن سالم بن محمد العفاري بن عييل وصل ليتقدم، ولكن السبوسي قادم بكل قوة ليتقدم من خلال هذا الاسم، ليتقدم أحمد بن علي بن سلطان السبوسي يقدم لنا ثمينة لمن الكاس، كاس الانتاج والمنتجين. سيطرة 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 على المركز الأول، أحمد بن حمد بن مبارك بن رغش الشامسي يقدم لنا سيطرة، يقدم لنا سيطرة، بدأ يسيطر على الأمور، بدأ يسيطر على المركز الأول من خلال هذا الشعار العناوي القادم من العين، القادم من العين دار الزين ومن زاخر بالفعل. هناك على المركز الأول، هناك على الصدارة الأولى، على المقدمة الأولى، هذه سيطرة. المركز الثاني، وصلت أرصاد حمد بن سيف بن محمد بن عيف العامري يقدم لنا أرصاد، ولكن هناك بن غدير، بن غدير يتقدم من خلال تواجدي مرغوبة، يأتي راشد بن محمد بن راشد بن غدير يقدم لنا هذا الاسم. وصل أحمد، يتقدم بن علي بن سلطان السبوسي ليقدم لنا هذا الاسم. شوفوا الاسم القادم، وصل بن منانة، وصل بن منانة يتقدم مع دمع مكتوب بن سعيد بن منانة بن غدير الاكتبي، يأتي بإنتاجه، إنتاج بن منانة، إنتاج بن منانة، وصل في تحدياته، وصل في انطلاقاته، يبحث عن الكاس، يبحث عن الكاس، ولكن سيطرة، سيطرة على الصدارة، سيطرة على المركز الأول. يتقدم أحمد بن حمد بن مبارك بن رغش الشامسي ليقدم لنا سيطرة في هذه السيطرة. وصل بن منانة يقدم لنا دمعة، 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 دمعة القادمة، دمعة
دمعة الواصلة مكتوم بن سعيد بن منانة بن غدير يقدم لنا دمعة القادمة. هناك أيضا ثمينة أحمد بن علي بن سلطان السبوسي وصل الشيبة، وصل الشيبة السبوسي ليقدم إنتاجه الفاخر، بينما هنا القدوم الآخر من شعاري بن غدير يدفع بورقتين مع مرغوبة ومع الصفوح. يا لها من أسماء، بانت المنصة، بانت الكاس حاير، الكاس حاير، الكاس يتجول، الكاس يتجول بحضور سيدي منصور، بحضور سيدي منصور. هناك غير الدمعة إلى المركز الأول، يتقدم مكتوم بن سعيد بن منانة ليقدم لنا هذا الاسم، ليقدم لنا هذه الانطلاقة، الغلاف الجوي للكيلو متر الأخير، الغلاف الجوي لهذا الكيلو غير 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 في الانتاج والمنتجين. تتقدم هناك دمعة مكتوم بن سعيد بن منانة ليقدم لنا دمعة سيطرة في المركز الثاني، أحمد بن حمد بن مبارك بن رغش الشامسي يقدم لنا سيطرة. شوفوا الوصول، شوفوا الدخول، شوفوا ثمينة أحمد بن سلطان السبوسي، أحمد بن علي بن سلطان، وصل أبو نواس وهادف بالحزم بن قناص العامري يقدم لنا الشامخة، وصل راعي البتيرة، وصل راعي البتيرة ليقدم لنا الشامخة. ولكن دمعة، دمعة على الصدارة، دمعة منطقة الإعلام أغلى المناطق في الميدان، دمعة على المركز الأول. مكتوم بن سعيد بن منانة بن غدير يتقدم، يلا يا خميس يا بن سعيد يا زرعي روح مع الكاس، الخمسمائة متر الأخيرة جولة الأوامر، حرك وروح، روح إلى الصدارة وإلى الكاس، إلى الكاس. بن منانة مكتوم بن سعيد بن منانة بن غدير يقدم لنا دمعة، يقدم لنا دمعة، دمعة مع الكاس، دمعة مع الكاس، والكاس يبقى دمعة. وبن منانة تهانينا لسعيد بن منانة بن غدير الاكتبي على هذا الفوز، على هذا الانتصار الذي تنفرد بدمعة، تهانينا لمكتوم بن سعيد بن منانة على فوز. دمعة، 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 دمعة هي صاحبة كاس المحليات، صاحبة كاس الانتاج المحليات. تهانينا ولحظات الوصول الى خط النهاية معلنة هذا الفوز والانتصار. سلام الى مرغم سلام المركز الثاني، وصلت فيه الشامخة لهادب الحزمي بن قناص العامري المركز الثالث. كان الدخول هناك من سيطرة لأحمد بن حمد بن مبارك برغاش الشامسي، وهناك الوصول أيضا من الذيبة لمعالي حميد بن سعيد بن عامر النيادي. هكذا التوقيت الزمني مشاهدين الأعزاء، 8:57، 71 جزءا من الثانية. هناك مشاهدين الأعزاء دمعة مكتوم بن سعيد بن منانة بن غدير المركز الثاني، 9:57 الشامخة لهادب بالحزمي بن قناص العامري، سيطرة في المركز الثالث 9:02 جزءا واحدا من الثانية. أحمد بن حمد بن مبارك بن رغاش الشامسي الذيبة في المركز الثالث لمعالي حميد بن سعيد بن عامر النيادي ب 9:45 جزءا من الثانية. مذيار في المركز الخامس لسالم بالعود بن حمد العامري، تهانينا والناموس على الفوز ب 9:05 جزءا من الثانية. تهانينا.